طبعا، وان شاء الله وده باذن الله. ده بقينا خلاص بقينا مركزين فيه. يمكن الفتره ده مهم. الفتره دي ده مهم. احنا معانا الكابتن احمد كشري المدير الفني لاسوان. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكي، اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وكابتن مصر حبيبي كابتن هاني وحي. احمد ازيك يا حبيبي، وحشني جدا. اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. يا رب يخليك وانت بالصحه والسلامه، وعيد سعيد على كل الامه الاسلاميه وعلى النادي الاهلي وجماهيره ومصر كلها. طبعا زي ما باركنا الحليم بنبارك لك طبعا. انت طبعا يا احمد على القياده الفنيه لنادي اسوان، اعتقد برضو المهمه مش سهله، لكن ان شاء الله انت اداء وقدود، وانت عندك خبرات كتيره جدا كلاعب مميز جدا وكمان كمدير فني. انت توليت المسؤوليه بعد طبعا استقاله الكابتن مجدي عبد العاطي اللي اعتقد كان عامل شكل كويس، ولكن ان شاء الله باذن الله كل طموح مجلس اداره اسوان وجماهير اسوان الجماهير المحبه لكوره اسوان عندها كمان طموح ان شاء الله المسيره تكمل، والهدف اعتقد ان هو البقاء في الدوري. اشرح لنا سريعا كده برضو ايه الاجراءات وايه المشاكل اللي بتقابلك خلال الفتره القصيره قبل ان شاء الله استئناف الدوري. اولا انا كابتن هاني طبعا يعني انا بشكر اداره نادي اسوان يعني على الثقه فيي. انا دربت نادي اسوان 3 سنين في الممتاز مع كابتن اسامه عرابي، كنت مدرب عام، وبعدين مسكت نصر التعديل في الدوري الممتاز وحققنا نتائج كبيره جدا. والنصر التعديل جزء من اسوان، فانا ليا يعني في اسوان يعني الحمد لله رصيد طبعا وباع معاهم. فالحمد لله يعني ايه مش غريب عليهم يعني مش غريب عليهم، مش غريب عنهم لا، وعلى صحيح. الفريق ومعظم اللعيبه اللي موجوده دي فيهم لعيبه كتير لعبت معايا في الدوري الممتاز مع نصر التعديل. فدي يعني البدايه مع اسوان. لكن طبعا احنا الموقف بالنسبه لنا طبعا انت عارف موقف مش سهل يا كابتن، طبعا اكثر من 10 فرق بتطاري على الهبوط، وفيهم انديه كبيره واسماء كبيره، المحطه ودجله والجيش وانديه كتيره كبيره يعني، فالموقف صعب للجميع. لكن بس طبعا بس انت حققت نتائج كويسه في الماتشات الوديه. والله الحمد لله طبعا انا كابتن هاني طبعا مدرب كبير وعارف يعني برضه النتائج هي الاساس في المباريات الوديه، لكن في مؤشر بس دي مؤشر كنت لسه اقول في مؤشر كويس. احنا يمكن اخر 3 مباريات الانديه هي اللي بتتعادل معانا، وانديه كبيره بحجم والمقاولين في مباراتين يعني بنبقى احنا المتقدمين. حتى امبارح كنا بنلعب مباراه مع وادي دجله وكنا متقدمين على وادي بس دجلة. خسرت قدام دجله بثلاثه، 3 ضربات جزاء كمان. والله والله انا مش عايز اتكلم في النتيجه، هي كان نفس المباراه بتاع يعني المباراه احنا اتحسب علينا 3 ضربات جزاء عشان تبقى عارف. 3 ضربات جزاء يعني الـ3 اهداف من 3 ضربات جزاء اتحسبوا عليكم. سجل منهم اثنين فطبعا انت عارف يعني كنا كسبانين، لكن احنا مش بنقول ان ضربات الجزاء ما اقدرش اتكلم على التحكيم، لكن قدمنا مباراه كبيره جدا، سجلنا هدفين وسجلنا هدف اتلغى. والمباراه يعني انت بتلعب فرقه وادي دجله واتفرج عليها من فرقه محترمه جدا جدا طبعا. فانا عن نفسي من احسن المباريات اللي عملناها او اشتغلنا فيها مباراه دجله امبارح، كانت مباراه كويسه قوي للفريق، استفدنا منها كتير، بلعب فرقه عندها سرعات، فرقه بتعرف تلعب كوره كويس، تحفظ كويس، بتعرف تلعب في التلت الاخراني على اي فريق كويس، احنا قفلنا كل الخطوط عليهم. لكن طبعا انا قلت لك ان النتيجه فيها اهداف من ضربات جزاء يعني عكس كنا احنا الكسبانين، لكن انا شايف فريقي ماشي كويس، المعدل البدني بتاعنا الحمد لله من مباراه لمباراه بيزيد، فده اللي مخلينا الحمد لله يعني ايه في طمانينه شويه. لكن اتمنى ان البدايه دي تبقى موجوده في الدوري، خاصه مع مباراه المقاصه اول مباراه لينا في الدوري ان شاء الله. طبعا ده على الجانب الفني، وانت اكيد ان شاء الله تظبط الحته دي بشكل كويس، وانت مدرب كويس وان شاء الله تكون على قد المسؤوليه. لكن نروح للجانب الاداري، بعض المشاكل الاداريه اللي كان بتقابل نادي اسوان، عمليه الانتقال من اسوان الى القاهره، وانت عارف دلوقتي الدوري كمان هيبقى كل 3 ايام تقريبا، فالموضوع ده اتحل ازاي؟ وهل نادي اسوان هيستمر في اللعب على استاد اسوان ولا في حاجه جديده؟ لا والله كابتن هاني احنا طبعا كانت الامور صعبه ان احنا نلعب كل 3 ايام أو 4 ايام ماتش في ظل الظروف، انت عارف جائحه كورونا خلت ان الطيران ما يبقاش منتظم بالشكل والكثافه اللي كان عليها في الاول. فاحنا بيبقى عندنا رحله حاليا في الوقت الحالي رحله ورحلتين بس اسبوع لاسوان. الاول كان في اليوم بيبقى في رحلتين 3، فطبعا يبقى صعب علينا وعلى اي فريق ان هو يطلع وينزل في المباريات كل 3 ايام. فبالتالي اتحاد الكوره مع الاتفاق مع اتحاد الكوره ومشكورا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف حسني دكتور اشرف صبحي قعدنا هنا في عسكرنا في مركز الاولمبي هنا وخدنا ملعب الشرطه
اللي هو في العباسيه. كنت طلبت الاول ملعب بيترو سبورت عليه فريقين بيلعبوا عليه، وملعب اخر استقرينا على ملعب الشرطه بالعباسيه، ان شاء الله هو ده هيبقى ملعبنا. واتبعت الجدول على كده ان احنا ان شاء الله هنلعب مبارياتنا، واول مباراه لينا اللي هي المباراه الثانيه مع اف سي مصر على ملعب اتحاد الشرطه بالعباسيه. ربنا يوفقكم يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. بالتوفيق يا احمد، شكرا. والتوفيق ليك ان شاء الله في مشوارك اللي جاي باذن الله. طيب.